أهلا وسهلا بكم، نستمتع جميعا بمشاهدة أفلام الرعب وخصوصا أفلام الزومبي ومصاصي الدماء. ولعلك أثناء مشاهدتك لفيلم ليلة الموتى الأحياء Night of the Living Dead أو مسلسل The Walking Dead فكرت كثيرا في إجابة للسؤال الذي يخطر على بالنا جميعا، ماذا نفعل كي ننجو بأنفسنا عندما يهاجمنا الزومبي؟ ومن أهم الأسئلة التي نبحث عن إجابة لها كي نجد الملاذ الآمن منهم، وما هي صفات تلك الكائنات وما هي نقاط ضعفهم كي نتمكن من التعامل معهم؟ فمثلا هل تستطيع تلك الكائنات السباحة في المياه أم أننا سنكون بمأمن هناك؟ لأنها ببساطة ستغرق إن تبعتنا إلى إحدى الأماكن في وسط أحد المحيطات أو البحار، فإن كانوا يغرقون فإن أنسب ساحة للقتال في هذه الحالة ستكون بقاءك في يخت كبير مجهز جيدا في وسط إحدى المحيطات أو البحار. لكن لنبحث عن إجابة لذلك السؤال أولا، هل يستطيع الزومبي السباحة أم يغرق؟ للأسف لم يتمكن العلماء من إجراء أي تجربة عملية على تلك الكائنات لأنهم ببساطة لم يعثروا على زومبي واحد حقيقي حتى الآن، فالفكرة كلها خيالية تماما. لكن على الرغم من ذلك من الممتع التفكير بها، ولكنهم ولحسن الحظ بفضل دراسات الطب الشرعي والأبحاث التي تجري على جثث الحيوانات يعرفون الكثير عن خصائص الجثث البشرية بعد الموت، والتي من المفترض أن تكون هي كائنات الزومبي فيما بعد. ومن تلك الخصائص نجد أن سؤالنا حول الزومبي له أكثر من إجابة. عند سقوط الزومبي في الماء هناك احتمالين، إما أن يغرق أو أن يطفو، وذلك يختلف باختلاف عدة عوامل مثل العمر ودرجة حرارة الوسط المحيط وكذلك كثافة الماء. حسناً، للتوضيح بشكل أفضل، إن كان قد سبق لك وسبحت ذات مرة ستعرف أن كثافة جسدك كإنسان قريبة جدا من كثافة الماء، لذا عندما تأخذ نفسا عميقا فإنك تصبح أقل كثافة من الماء مما يجعلك تطفو على السطح، ولكنك عندما تقوم بتفريغ ذلك الهواء من رئتيك فإن كثافة جسدك تصبح أكثر من كثافة الماء، وعندها سيغرق جسدك إلى القاع. وبالحديث عن الزومبي فإننا دائما ما نشاهدهم في أفلام هوليوود على أنهم كائنات لا تتنفس، لذا عند سقوطهم في الماء لن يتمكنوا من حبس الهواء داخل رئتيهم مما سيؤدي بلا أدنى شك إلى غرقهم، لكنهم لن يبقوا في الماء طويلا، وذلك لأن أمعاء الإنسان بشكل عام مليئة بالميكروبات التي لا تموت مع موته. وعند موت الإنسان تبدأ تلك الميكروبات بالتغذي على أنسجة جسم الإنسان من الداخل لتنتج بعض الغازات مثل كبريتيد الهيدروجين والميثان، وبسبب حبس تلك الغازات في أمعاء الإنسان يطفو جسم الإنسان مرة أخرى، وهو ما سينطبق على الزومبي تماما. ومن الممكن أن تتغير المدة التي يستغرقها الجسم كي يطفو مرة أخرى، ولكن في العام 2004 قام العلماء بإجراء بعض التجارب على جثث الخنازير، حيث قاموا بإلقائها في المحيط وانتظروا كي يعرفوا المدة التي يستغرقها الجسم كي يطفو، فوجدوا الجثث قد بدأت بالطفو بعد حوالي 3 أيام، وظلت تطفو على سطح الماء لعدة أسابيع إلى أن غرقت مرة أخرى، مما يعني أنه عند تعفن الزومبي سيطفون لأسابيع معدودة إلى أن تقوم أجسادهم بإخراج الغازات المحبوسة داخل الأمعاء بطريقة ما فيغرقون في القاع مرة أخرى. تتأثر سرعة عمل الميكروبات التي سبق وذكرناها بدرجة حرارة الوسط المحيط، وهو ما يؤثر بدوره على سرعة تكوين الغازات التي تجعل الجسد يطفو تماما مثل فكرة الثلاجة. فإن كان ملاذك مثلا في المحيط البارد فإن ذلك سيعمل على إبطاء تكوين الغازات، وبذلك سيتطلب الأمر وقتا أطول كي تبتدئ كائنات الزومبي في الطفو. هناك أيضا الكثير من المتغيرات الأخرى التي يجب وضعها في عين الاعتبار عند بحثك عن ذلك الملاذ الآمن من تلك الكائنات المخيفة، فلا يمكنك أن تعتمد على خصائصهم فقط، لكن من الواضح أن تلك الكائنات تكون أقل تنظيما في الماء، وربما تواجدهم في الماء يجعل منهم هدفا مغريا للأسماك الجائعة في قاع المحيط. لذا لا أعتقد أن فكرة اليخت فكرة سيئة، ولكن السؤال المهم هنا هل يمكن أن تتحول تلك الأسماك نفسها إلى زومبي وتتولى هي مهمة الهجوم؟